مراحل إعداد كيكة العيد الميلاد عندي قالبين نفس الشيء، سويت فيهم كيكة الشوكولات المعتمدة عندي، والاثنين الثانيين الحين كانوا بالفرن قاعد أسوي فيهم كيك فانيليا هم نفس الطريقة المعتمدة عندي، وراح أحطها لكم وبعدين أوريكم النتيجة إن شاء الله. هشوفهم إذا بالفرن كانوا الثاني ونشوفوا انتم معاي مراحل عمل الكيكه. خصصت الكيكات راح ابين لكم انه يعني الواحد يقدر يسوي كل شيء بالبيت. هذا الشوكليت، هذا اللي راح اسوي طبقات فانيليا شوكليت فانيليا شوكليت، طبعا كريمه الشوكليت هم راح اكتبها لكم شلون سويتها كلها راح اكتبها اوكي، وازين من بين الفراوله ان شاء الله يطلع شكل عجيب. الفكره اللي انا طبقتها حق عيد ميلاد الله يحفظه سعد. تلحقون خير، تلحقون خير يا خريجين 2020، إن شاء الله ربي يكتب لكم كل الخير. أول طبقة سويناها، راح نكرر الخطوة بين كل كيكة. شوفوا يعني الشيء المنزلي ما راح يطلع طبعاً مثل البروفيشنال مع المطاعم، بس إحنا بنحاول نسوي. وساعة ترى مو بروحي سويت الكيكة، جيني وكاتي معي كلهم حبوا يشاركون في هذا الموضوع اللي هو حفلة تخرجك وعيد ميلادك إن شاء الله. كل الطبقات كلها راح نغطيها بالكريمة اللي سويناها كلها، بعدين نبتدي نزينها بالطريقة اللي كنا نحبها، الفراولة بالرازبري اللي موجود عندنا، هو حالاته بالرازبري ما عندي، عندي فراولة الحمد لله نعمة. على فكرة يعني ممكن نسوي نفس الفكرة يعني الشوكليت والفانيليا كيك جاهز، بس أنا عندي طريقة شوكليت كيك معتمدتها من زمان موجودة بالهاشتاج وأحطها لكم مرة ثانية، وعندي كيكة الفانيليا بعد معتمدتها، فسوينا والحمد لله الأمور طيبة إن شاء الله يطلع الشكل مثل ما إحنا نبي.